اذا لقينا ال 28 هاي الام ناقص 28 مو شرط نقول عنها السي او، مرات يطلع عندي شنو يصير عندي الاثيلين جروب. اذا تذكرون سابقا حكينا اذا كان عندي حلقه، الحلقه ايش تطلع نفقد معده؟ ممكن نفقد معده سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2. فمرات الام ناقص 28 ممكن تكون بسبب السي او، او ممكن بسبب شنو؟ بسبب سي اتش 2 سي اتش 2، خاصه اذا كان عندي الكاي جروب حلقي. فاذا كان عندي لونج تشين الكاي جروب راح يكون عندي الشارت يكون نوعا ما كومبليكيتد بالفراجمنتيشن باثير مال الهيدروكربون، وممكن ما اقدر اميز بينه وبين الكربونيل حتى لو كان عندي هاي الام ناقص 28. ليش؟ لان 28 ممكن تكون بسبب فقدان السي اتش 2. فهسه هنا السؤال، شلون نقدر نجيب لكم هذا هاي المعلومه؟ فش راح نقول؟ نقول ممكن انه ممكن نخلي هاي المعلومه انه السي او او 28 اللي نقول ام ناقص 28 هي بسبب انه loss of CO او loss of CH2CH2. او ممكن نقول مثلا سؤال، نقدر نميز بين الالكايل جروب وبين الكيتيون بسبب يعني خلينا نقول عن طريق وجود الام ناقص 28، نقدر نميز وما نقدر نميز بها هاي؟ منو جاوب يس؟ يعني نقدر نميز بين الكربونيل والالكايل جروب او خلينا نقول الهيدروكربون العاديه بسبب نقول عن طريق وجود الام ناقص 28. خطا دكتور، احنا قلنا اذا طلعت اثيلين من الحلقه خطا، لان اذا طلعت سي اتش 2 سي اتش 2 من الحلقه يعني انا هاي ال 28 تمام. ال 28 شنو سببها؟ سببها ممكن تجي من السي او، او ممكن تجي منين؟ تجي من السي اتش 2 سي اتش 2 اذا كان عندي، خاصه اذا كان عندي رينج. فمو كلش يعني هاي ممكن يساعدني بالدايجنوزيس بس مو شرط. فممكن يجيب الام سي كيو هاي، هذا القصد هالشكل نظام الاسئله اللي راح تجيكم. واضح؟ واضح؟ هاي المعلومات اللي حكيناها. زين هنا الطلاب واضح الصوت يمكم؟ ما حد يجاوبني. انا ما صوتي مو واضح يعني، ما جاي اسمع اكو شيء جاي يسمعون عندي.